احنا بنرحب بحضراتكم في الشركه المصريه للحمايه والدواجن. الشركه المصريه احدى الشركات التابعه للشركه القابضه تابعه لوزاره التموين. في البدايه بنتقدم بالشكر والتقدير والاحترام لمعالي وزير الاوقاف الاستاذ الدكتور مختار جمعه على الثقه اللي اولاها للشركه. ده العام الخامس على التوالي بننافس بروتوكول للاوقاف. برضو دي ثقه لازم احنا يعني اهل الثقه ديت بتطلع اللحوم بجوده ممتازه. ودي احنا نبلغ الناس، عايز اوصل رساله للناس اللي هم تبرعوا بسكوك الاضاحي ان اللحوم بتطلع في حاله ممتازه. في البدايه اللحوم بتيجي من توشكا، بتيجي من السودان لمحجر في توشكا، ثم بتخش على المجزر. بيتم بتغذيه الابقار في المحجر في توشكا، ثم على دخول المجزر بيتم اشراف فطري كامل على الابقار داخل المحجر قبل الذبح للتاكد من خلوها من اي امراض. بعد الذبح بيتم اشراف بيطري كامل تاني على اللحوم للتاكد برضو من صلاحيه هذه اللحوم. بيتم نقل اللحوم من توشكا الى مجزر في البساتين في عربيات مبرده، بيتم دخولها الثلاجات، ثم دخول صاله التشفيه وتقطيع والتعبئه، ثم دخول النفق في درجه حراره ناقص 40، تجميد لمده 10 12 ساعه، ثم تدخل بتعبئ في كراتين تدخل الثلاجات، ثم يتم التوزيع. بيتم في المجزر هنا اشراف بيطري كامل من دكاتره الشركه علاوه على الاطباء البيطريين من المحافظه. طبعا زي ما حضراتكم عارفين في فريق كامل من وزاره الاوقاف، المشايخ الافاضل موجودين بيشوفوا على كل مرحله من تنفيذ هذا المشروع. اذا كان هذا المشروع له بعد اجتماعي ان احنا نوصل لحوم ذات جوده عاليه للناس الطيبين اللي هم اولى بالرعايه، في بعد اجتماعي اخر ان هو في ظل الظروف الحاليه اللي بتمر بها البلاد، جائحه كورونا ومفيش عماله بتشتغل بره، احنا متوسط العماله الخارجيه موسميه بيوصل من 200 ل 250 عامل علاوه على العاملين بالمجزر التابعين للشركه. بيتم تنفيذ البروتوكول، تسليم متوسط يومي في حدود 18 ل 20 طن يومي توزع على الاهالي. يعني من كلام سيادتك ان بتستعانوا في الفتره ديت ب 250 عامل يوميا في ابتداء من الذبح والتشفيه والنقل، يعني كل المراحل، ولا ال 250 هم شغالين هنا في المجزر البساتين عندك فقط؟ ال 250 عامل بدايه من جزارين، عماله للتعبئه داخل الكراتين، عماله تحميل وتعتيق، دول 250 عامل عماله موسميه بالاضافه الى الجزارين تابعين للشركه. ودول جزارين على مستوى عالي من المهاره. في كل مرحله من هذه المراحل بيتم كشف البطر عليها من الدكاتره التابعين للشركه هنا علاوه على اطباء البطريين التابعين لمديريه الطب البطري محافظه القاهره. وزي ما حضرتك شفت وتفضلت اللحوم موجوده سواء قبل التشفيه وفي مراحل تنفيذ البروتوكول واثناء الصرف بمعرفه حضراتكم. هل بتستعانوا تاني برضك بسيارات اخرى غير السيارات بتاع الشركه يعني من بره، ولا نفس العربيات اللي هي بتوزع لنا على المحافظات عربيات الشركه، ولا بتستعانوا بعربيات اخرى؟ عربيات الشركه والشركات الشقيقه التابعه للشركه القابضه، الشركه المصريه والشركه العامه، كلها عربيات مبرده زي ما حضرتك تفضلت وشفت العربيات، ما بنجيبش عربيات من خارج الشركه. كلها تبريد، يعني تبريد شغال فيها لغايه ما بنوصل اللحمه لغايه المحافظه نفسها. بيتم التاكيد على العربيات تبريد صالح قبل ما بنحمل الكراتين، وشغل التبريد لغايه ما يتم صرف الكراتين بمعرفه حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اليوم السبت الموافق 15/8/2020 من مجزر البساتين. النهارده حملنا 12 طن، طالعين 3 طن للدهليه و3 طن للفيوم و3 طن لبني سويف و3 طن لمحافظة اليوبية، وإن شاء الله دول طالعين النهاردة في الجدول زي ما هم ثابتين. وعندنا براد بيحمل دلوقتي 16 طن عشان يصبح الصبح في الصعيد، اللي هو ان الجدول بتاعهم بكره يكون ان شاء الله الحموله دي مصبحه الصبح في اسيوط، سوهاج، انا، اسوان، كل محافظه فيهم 4 طن، يبقى انا عندي 4 × 4 × 16 طن البراد بيحملهم حاليا دلوقتي زي ما انتم حضراتكم شايفين.
وان شاء الله يطلع بعد الساعه 2 عشان خاطر يصبح الصبح في اسيوط وسوهاج وإنا واسوان. يبقى انا حملت النهارده 12 طن بحري وابلي، وعندي 16 طن في محافظات جنوب الصعيد. يبقى عندي كل الحموله النهارده 28 طن عشان خاطر بكره ان شاء الله يصبح الصبح البراد، بدل ما كان يحمل الصبح ويتاخر حملناه دلوقتي ان شاء الله عشان يكون الصبح هناك في الصعيد. كل الحموله النهارده حملناها من اكزر 28 طن، وان شاء الله يوصلوا بالسلامه، والساده المفتشين العام موجودين همت عشان يوصلوا المحافظات ويسلموا المحافظات هناك. وكل عام وانتم بخير عشان خاطر اللحوم دي هتوصل للاسر الاولى بالرعايه، وشكرا.